We are bringing it back to the basics. In some minutes, we are going to work with the entire body with a focus on form to maximize your strengths in speaking English language. Be confident and don't be afraid of making mistakes. Be with me. سيبك من كل ده يا معلم وركز معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد عاطف من قناتي على اليوتيوب. القناة دي تعليمية خاصة بتعلم اللغة الإنجليزية بشكل مبسط. إن شاء الله الدرس النهاردة مختلف تماما عن السلسلة اللي فاتت اللي هي شرح زمن المضارع البسيط. النهاردة بنتكلم على موضوع مختلف شوية, هو موضوع الكوفيد 19 أو مرض الكورونا اللي في الفترة الحالية. طبعا الموضوع ده ممكن يجي لمعظم طلاب المرحلة الثانوية أو الجامعة أو حتى المرحلة الإعدادية بشكل بسيط على هيئة كلمات ممكن تجي لهم, فهنتكلم فيه وإزاي نتعامل معاه بشكل مبسط جدا علشان ما طولش عليك. وطبعا اللي ما اشتركش في القناة اشتركوا ويفعل زر الجرس ونبدأ في الدرس على طول. بنتكلم النهاردة معاكم على موضوع من أخطر المواضيع اللي موجودة في العالم دلوقتي, واللي طبعا هي موضع امتحان لمعظم الطلاب على مستوى العالم, مش بس في مصر, ده في كل العالم. الكلمات دي مهمة جدا ان اي طالب او اي دارس اللغة الانجليزية يكون عارفها كويس علشان يعرف يتكلم بيها مع الناس. هنبدأ بأول كلمة معانا النهاردة اسمها فيروس كورونا. فيروس كورونا معناها كورونا فيروس. كورونا فيروس كوفيد 19. Coronavirus COVID-19. Coronavirus COVID-19. كلمة اللي بعد كده اسمها كايوس. كايوس 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 يعني فوضى. المرض ده سبب فوضى في العالم كله. كلمة اللي بعد كده معانا اسمها protection. Protection protection يعني الوقاية. ممكن لها كلمة تانية اسمها preventing. Preventing preventing يبقى protection preventing, دول معناهم باللغة العربية الوقاية. بعد كده عندي كلمة اسمها pandemic. pandemic وباء على مستوى العالم, وباء عالمي. pandemic يعني وباء على مستوى عالي جدا. epidemic epidemic يعني وباء على مساحة صغيرة. بعد كده جهاز المناعة اللي في جسم حضرتك اسمه immunity system. immunity system جهاز المناعة immunity system. بعد كده كلمة تزداد سوءا يعني worsen. worsen حضرتك ممكن تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب ورايا الكلمات دي. مهم جدا ان اي دارس قلنا للغة الانجليزية يكون على دراية بها او عارف على الاقل بعض منها. بعد كده اعراض باللغة الانجليزية يعني symptoms. symptoms symptoms الأعراض اللي بتظهر على الإنسان اسمها symptoms. بعد كده مسح أو تنظيف يعني swab. swab swab قمة المرض أو ذروة المرض اسمها peak. peak فترة حضانة الفيروس اسمها incubation period. incubation period incubation period كلمة عزل يعني isolation. isolation بعد كده عندي كلمة اسمها engulfed. engulfed engulfed معناها اجتياح او ابتلاع. بعد كده كلمة صعبة شوية اسمها ظروف. الظروف اللي بتمر بها البلاد او الظروف اللي بيمر بها العالم اسمها circumstances. circumstances circumstances الحجر الصحي اسمه quarantined. quarantined quarantined الترياق الشافي اسمه أنتيدوت. العالم كله بيدور على حاجة ترياق يعني علاج فعال للفيروس كورونا, بس طبعا لحد دلوقتي في يعني مراحله الأولى. باللغة الإنجليزية اسمه أنتيدوت. أنتيدوت منظمة الصحة العالمية اسمها WHO. ايه ده يعني هي مش هو؟ لا طبعا هي اختصار لثلاث كلمات. الكلمة الاولانية اسمها World والكلمة التانية اسمها Health والكلمة الاخيرة اسمها Organization. World Health Organization يعني منظمة الصحة العالمية, وبيختصروها في معظم الصحف العالمية WHO. كمامة او قناع يعني ماسك, مش ماسك
باللغة الإنجليزية أو بشكل بسيط شوية اسمها ماسك. النظافة الشخصية يعني هايجين، هايجين، هايجين. التعقيم يعني sterilization، sterilization، sterilization يعني التعقيم، سواء بقى عن طريق الكحول أو عن طريق أي حاجة تانية. هنكمل بقى في بعض الجمل. حضرتك بعد ما عرفت بعض الكلمات المهمة اللي خاصة بالمرض ده، تعال ننتقل لبعض الجمل اللي ممكن تكتبها لو جات لك على هيئة essay أو paragraph. ممكن تكتب بعض الجمل دي. الجملة الأولانية بيقول لي إيه؟ Dangerous coronavirus has caused chaos and fear all over the world countries. يعني إيه؟ يعني تسبب فيروس كورونا الخطير في الفوضى والخوف في جميع أنحاء العالم. جملة مهمة جدا، لو تعرف تكتبها في أي امتحان هتبقى مفيدة جدا جدا جدا. جملة تاني بتقول Dangerous coronavirus has caused chaos and fear all over the world countries. الجملة التانية اللي معانا بعد كده، The following symptoms may appear 2 to 14 days after exposure. Fever, cough, shortness of breath. Again, the following symptoms may appear 2 to 14 days after exposure. Fever, cough, shortness of breath. يعني قد تظهر الأعراض التالية بعد يومين إلى 14 يوم من التعرض للمرض: حمى، سعال، وضيق في التنفس. وطبعا دي برضو جملة مهمة جدا إنك تكون عارفها، هتساعدك كتير في كتابة موضوع سهل جدا عن المرض ده. بعد كده بيقول لي إيه؟ Take everyday precautions to keep space between yourself and others. Again, take everyday precautions to keep space between yourself and others. يعني اتخذ الاحتياطات اليومية للحفاظ على مساحة بينك وبين الآخرين، بينك وبين الناس المفروض يبقى في مسافة أو مساحة. يعني in English كلمة precautious يعني احتياطات. آخر مرة، take everyday precautions to keep space between yourself and others. بعد كده، when you go out in public keep away from others who are sick, limit close contact and wash your hands often. يعني وعندما تخرج في الأماكن العامة ابتعد عن الآخرين المرضى وحد من الاتصال الوثيق واغسل يديك كثيرا. Again الجملة تاني، When you go out in public keep away from others who are sick, limit close contact and wash your hands often. طبعا الجمل دي كلها أنا جايبها من الصحف العالمية شبه الديلي ميل والميرس. الصحف دي مشهورة جدا وموثوقة في العالم كله. جبت منها جمل خاصة بالمرض، طبعا ممكن استخدمها بشكل مبسط جدا في التحدث عن الكوفيد 19. اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة. السلام عليكم.